كانت عندها كذلك السلفيين. واكثر من هذا في اللي قالوا لازل خليفة شوشان. هنا نهار مشيت في ملتقى عملته الحكومة السابقة حكومة يوسف شاهد حول الإصلاحات. مشيت صدعوني مشيت عايت لنا رئيس حكومة وقتها سي شوشان مش حكومة نقاسي الجزيري تلفت الوحدة في الحزب الشيوعي معنا في حزب المسار. المسار قال ربي سيسود على سمير الطيب قاتبات يعني كان كل انشقاق داخل منظمة يرسلية ولا النهضة خاطر هي استثمرت في هذا بيسير. هما ظنوا باش يقعدوا بالتوجور ما فهموش انه تهريت السلطة هو بالجيبة كان جاكم بعد ثورة ما كانش شد 10 سنين يعني تهريت السلطة ولت سريعة جدا على هذا المستوى. شو الاتفاق اللي وقع وهنا مع الازهر العكرمي في باريس اتفقوا قالوا انت عندك يسميهم فرنساوية اللي تتبغولي معناها رؤوس محلوقة عندك سعاليك تحيهم لي ونحي لك قالوا ناخذ تحيي لي سعاليك بتاعك شو ما سعاليك هما الازهر العكرمي هما اليساريين هما ذوكا اقدر عليهم في النداء وناخذ اش بعلو بعلو ناس انتهوا براتيكمون اللي هما شورو اللوز وحبيب اللوز عطاه ناس انتهوا يعني في المارشي الغادوشي كان اذكى زد على ذلك جاو الباجي قالوا له وهنا مثلا محوريه الباجي كبر وولده عمره اكثر من 60 سنه يجي يبكي يقول له انت ما تلهيتش بيا وكذا باش نجرب حرام هذه حكاها باش انتحر بلي مش مسألة شخصية هذه كل مرة حفقة شخصية تصير هكا يأخذ مليار على رخصة كحول بيع كحول على هذه كل مش معنى جانب شخصي طمنوه على ولده سمع اللي دخل العمل العام راهو يزمك تجب تقول بيهات نحكيه على اللي جرقة في أفغانستان خلنا كامل سفريان أنا مش كامل وقتها السيد حفقة السبسي كانوا في الاجتماعات يعرف هذا سعبتي في المكي يمكن مش هو عمل مثال الجزيري وعمل العريض وغيره قولوا له مسيور البريزيدون حفقة السبتي حفقة السبتي لو نهار مسيستار وسموا الليت ولا معتمدين ولا غيره ما لقاوش في زون وقفة الدولة باش مشاو له في مناطق في الشمال الغربي باش لقاوه بالصحة ما عندوش ريزون والنهضة لبدت النهضة عندهم يلبدوا ويعرف كيفاش يرقدوا تحت الخط وعندهم معناها عندهم تقنيات تاريخية حتى تاريخ حركات سرية في الإسلام تلقاه ثم كتاب كامل كتبوا بدا يسمع أوجيك لا معناها أنا نحكي بتجرد من بعيد ممكن تكون بشويش من قلبك علي شعر تسميه علي شعر والنهضة يحكيوا زي ولا الباجي قاد سبتي الوحيدين اللي طمنوا الباجي الله يرحمه على مصير ولده شكون هما النهضة الوحيدين اللي طمنوا الباجي قايد سبتي على مصير ولده هما النهضة في حين الاخرين لا لانه حب يسمي جماعة كما يوسف الشاهد ان يونس تخنكونيو جابوا الباجي قايد سبتي تونيزوا وطولوا نعناعي وقشرته بيضة وغيره وهي خلي يحكم هما ديما تونتي با لو بوفوار دي تونيزوا ونرجعوا لانثروبولوجيا والتاريخ وغيره وعادة ما يفشل وفي كارتاج اثنين حركة النهضة هي اللي رفضت بانه يقع اقالة الفصل 59 وقتها من انا ذاك قعد المسير بتاع حافظ قايد السبتي وبيان سور وقت يوسف الشاهد حافظ قايد السبتي اهنوه في المطار ما تعرفي هنا وقت حتى مستوى الشخصي حتى طريقة التفركيز كانت مهينة جدا مش لازم ندعو للديتاي يعرفها الرجل العكرمي وقتها الباجي غضب غضب ما حضرش فينا يعني بكل صراحة نحب نقول حتى النهضة راهي مش ناقصة النداء والنهضة التحالف نتاعهم كان تحالف نتاع بيع عندك شي عندي بيع لي ونبيع لك النهضة في بالها هي باش تحمل الباجي تاخذ السلطة يا اخي كيما البراج كي يطيح جرفها حتى هي الطيار ومشيت وندخلت ولا تربي عنها علاش قلت هذا الشعر اللي يقول فيه سفيان لانه فيه جانب ذاتي انا قلته وهو تغشش منها المره الفاتت لا ولا لا قلت له انت ماكش مجرد اعلامي وفهم اللي انا نشكك في قدراته كاعلامي قلت له انت فاعل سياسي عندك انت ما عندك فكره وقت يقول نهضة عند الارهابيين في تونس هذا لا احد يصدقه هاي الابحاث حرثت الدنيا شمالا وجنوبا ثماش اكثر متضرر من الارهاب هو النهضة لأن كانت ماسكة السلطة وزعزعتها الاغتيالات وزعزعتها الأحداث ذيك أما صار شيء من الذاتيات عند سي الباجي وشيء من عند سي راشد الغنوشي وكان على حساب المشروع ما كانوش الناس هذوما اللي خذوا الفلوس فقط لا كانوا ثم مناضلين في النهضة وكانوا ثم مناضلين في نداء تونس وكانوا ثم مناضلين في اليسار وكانوا ثم مناضلين في الطيف القومي كان عليهم أن يتحالفوا من أجل المشروع كنا نجم نلقاو مساحة مشروع مشتركة لترسيخ الديمقراطية للعدالة الاجتماعية لمقاومة الفساد لبناء منظومة الأمن القومي ولكن للأسف الشديد
الناس هذوما إما خضعوا لزعماتهم الحزبية وإلا تم تهميشهم ومطاردتهم. هذا الجانب المضي. وذاك علاش نقولك العشرية لم تكن عشرية عندها لون واحد أسود ولا أبيض، كانت عشرية بالألوان، نتيجة التجربة البشرية، أنك أنت تخطأ وتصيب، أنك أنت تملك المعطيات ولا ثم معطيات يملكها غيرك من الداخل ومن الخارج، اللوبيات متاع الفساد سي معز، لوبيات الفساد. الناس اللي كانت عندها مصالح مع بن علي وكان متفق معها بن علي ولكن كان يتحكم فيها، الناس هذه انطلقت بعد الثورة ولات هي بيدها اللي تمارس في السياسة، وكم رجال الأعمال اللي دخل في السياسة وخرب الأحزاب واخترق معناها الأحزاب، لعب دور في هذا لأنه لا يريد أن تكون أمامه سلطة سياسية قوية ذات مشروع اللي ممكن تخضع للقانون وتخضع للمنطق. هذا اللي خرب التجربة. وذاك علاش نقولوا أنه يلزمنا انطلاقة. لكن الفساد ما كانش فقط في معناها كان فما فساد أيضا في حركة النهضة، فساد مالي، خليني قال له خلي كمل مسالش بعد رجع له انت تحلل ولا نزلك والله قداش موضوع مسالش قداش موضوع لطيف بلي خلينا كل توم بدر وش استرخ لا لا توم بدر لا لا ما فضلك فضلك انت سفيان اما لا لا سفيان سفيان لا يا انت لا يا سفيان يا عبد اللطيف اذا باش تولي انت ما تحترمش كلامي سفيان وتقول يزلق انا خليك تبدل في افكار تمر سيدي هو بدلك هو بدلك الكلمه بدلك الكلمه جاوز يا سيدي بدلك الكلمه قال لك مش المره الاولى مش المره الاولى شوف يا عبد الله يهرسلك يعترض عليك يستفزك وانا قاعد مسج دم كبير شو هذا صفق لك وندربك سفيان امان يعيشك يا سفيان بالله من فضلك صفق الناس اخرين بس عبد الله لا عاد ثم الناس اخرين صفق لهم انا ما نخليش انا مش شبك لذلك يا سفيان يا عبد الله يا سفيان يا عبد الله نجم نرجع نجم نرجع نجم نرجع وكل كلمة تقولها لي مش في بلاصتها مردود عليك باه سي عبد اللطيف نجم ناخذ كلمة سي عبد اللطيف نجم ناخذ كلمة سفيان سفيان نجم ناخذ كلمة نجم ناخذ كلمة هاي نرجعوا لمواضيعنا قال لك وليت مررت ماهوش واحد هاو بدلها لك الكلمة ومن عادي كمحلل كل كرونيكول قال لك مرات ميساج سي عبد اللطيف يحترم الناس ما نبداوش كل بلاتو حاول يعمل لا يا اخي جاي بشكل بسكوتو لا لا مش ناكل بسكوتو هاو خليفه تكلم خليفه تكلم خليفه تكلم مش بيه حساسيه لا مش عندك حساسيه انت بلا ما تعمل عندك حساسيه كمان انت عندك حساسيه اعطيونا الاخبار عندي حساسيه ياخذوا فاصل بعد الاخبار وبعد نرجعوا البلاتو واي ما يصير شيء صباح هو رفمك ورفمك هو صباح رفمك رفمك من ليل الجمعة من 7 لـ 9:30 خلي صباحك كول خلي صباحك رفمك.